ارجئ مجددا تصويت مجلس الامن الدولي حول الوضع في قطاع غزه الى اليوم بعد ارجاءات سابقه متكرره للسماح بمواصله المفاوضات حول مشروع القرار المقترح. وبحسب مصادر دبلوماسيه دعت المسوده الاخيره التي اعدتها الامارات التي الى تعليق العدوان الاسرائيلي في قطاع غزه افساحا لادخال المساعدات الانسانيه. في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو للمرة الثالثة، تتواصل المحادثات بشان مشروع قرار داخل مجلس الأمن بشان الأوضاع بقطاع غزة بعد إرجاء المجلس التصويت على مشروع القرار. في بادئ الأمر كان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار صاغته الإمارات، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر، إذ يقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد التخفيف من لهجاتها التي تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق واتخاذ خطوات عاجله نحو وقف مستدام للاعمال العدائيه، وتعارض الولايات المتحده واسرائيل وقف اطلاق النار لاعتقادهما بانه لن يفيد سوى حركه حماس والفصائل الفلسطينيه، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف التصعيد لحمايه المدنيين والسماح باطلاق سراح المحتجزين لدى حركه حماس، واشنطن تحمي تقليديا حليفتها اسرائيل من اي اجراء في مجلس الامن، واستخدمت بالفعل حق النقد مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الامن منذ السابع من اكتوبر الماضي في الوقت الذي يحذر فيه مسؤول الامم المتحده من وقوع كارثه انسانيه في قطاع غزه مع نزوح غالبيه سكانه